السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بهذه أريد أن أوجه رسالة سريعة لجميع المسلمين، وأخص بالذكر الآباء والأمهات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واعلموا جيدا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيسألنا، قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، اليوم في هذه الأيام العالم كله يحتفل برأس السنة الجديدة ويحتفل بميلاد عيسى عليه السلام. على فكرة هذه الأعياد ليس لها أصل حتى عند المسيحية، بل هذه أعياد وثنية جاهلية كفرية شركية ليس لها أصل لا في ديننا ولا حتى في الإنجيل. لذلك يا إخواني هذه أمانة أمام الله سبحانه وتعالى. المسألة ليست بسيطة أن نشتري المفرقعات ونجلس في السهرات ونحتفل في الكازينوهات وعلى المقاهي وبالديسكوهات، وبعد ذلك إيش نطلب من رب الأرض والسماوات أن يكون هذا العام الجديد علينا خير. كيف نغضب الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي التي يكثر فيها المجون ويكثر فيها الفساد ويكثر فيها الخمر ويكثر فيها الزنا ويكثر فيها الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى، ثم نرسل لبعضنا البعض رسائل نقول عام سعيد ونطلب الأمنيات وأن يجعل هذا العام فيه سعادة وراحة وطمأنينة وخير علينا؟ مستحيل. هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يغضب، وإذا غضب الله سبحانه وتعالى كان هذا الغضب والعياذ بالله سبب في هلاك الأمم. لذلك يا جماعة، يا مسلمون، يا شباب، يا بنات، يا أمهات، يا آباء، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله في هذه الأوقات. هذه رسالة من أب ومن أخ ومن صديق ومن حبيب مشفق محب لكم. وستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، سيسألكم الله سبحانه وتعالى عن هذه الرسالة التي أنا أرسلتها الآن لكم، وعن هذه النصيحة التي أنصحكم إياها.